النادي الاهلي، وانا سعيد اني معاكم في اليوم الجميل دوت. اهلا بيك، تعرفنا كده اخبار تمرينه النادي النهارده كانت ايه، وخصوصا ان احنا لسه كنا بنتكلم انا وساره عن تعافي اجاييه من الاصابه او من الكدمه اللي اتعرض ليها في الكاحل، وانه كمان كابتن ياسر ابراهيم ان شاء الله بعد ماتش الانتاج يرجع ينضم للتدريبات مره ثانيه. تمام، التمرين النهارده كان تلت ساعه ونصف صباحا طبعا عشان خاطر البروتوكول الطبي الموضوع من وزارتي الشباب والرياضه ووزاره الصحه والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه عشان المسحه الطبيه اللي كانت بعد التمرين او المسحه الكورونا. والنهارده كل الانظار كانت على اجاييه مرعب او المسحه بترعبه. النهارده على عكس العاده خالص، عشان يبدو متعود على المسحه كورونا وكان هادي خالص. النهارده يمكن خلاص اللعيبه بدات تتمرس على المسحه وعدت بسلام، يمكن في 10 دقائق ربع ساعه كانوا خلصوا كلهم المسحه، يمكن خلاص مع كثر المسحات لاعبي النادي الاهلي ويمكن لاعبي كل الفرق المنتخبه بداوا يتعودوا على هذه المسحه. يمكن بعد التمرين كان في طبعا المسحه زي ما قلت لكم. النهارده قبل بدايه المران مستر فايلر وباقي الجهاز ومدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع مع اللاعبين حوالي 7-8 دقائق، اتكلم فيهم عن المباراه السابقه ومباراه انبي، وطلبهم بالفوز في مباراه الانتاج الحربي وعدم التهاون خالص في المباراه المقبله، ولازم يستثمر فوز انبي ويبني عليه في المباراه القادمه، ولازم يستثمروا كل المباريات المتبقيه في الدوري لحد مباراه افريقيا تبقى اعداد يوم قوي لمباراه افريقيا. والراجل حذر من عدم تنفيذ تعليماته يمكن في اكثر من اجتماع اليوم، مش الاجتماع الوحيد بس النهارده اللي عمله فايرل مع اللاعبين، عمل ايضا جلسه طويله جدا مع شريك اكرامي يمكن استمرت حوالي 7-8 دقائق في ارض الملعب، عمل جلسه ايضا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ يمكن على جانب اثناء المران، الكابتن سيد اجتمع ايضا مع اجاييه ومع ديانج ومع جيلاردو يمكن برضه جلسه طويله، وعمل جلسه برضه فايرل ايضا مع الشناوي. يمكن الجلسات اللعيبه الكبار في النادي الاهلي ممكن فايلر بيحاول يشتغل على هذه الجزئين، اللعيبه الكبار ممكن تتكلم مع اللعيبه الصغيرين مع اللعيبه اللي يعني ممكن يطلب منهم حاجات يساعدوه فيها، فالنادي الاهلي بيجيب هذه الطريقه. النهارده التمرين كان بدا شويه وبعد كده بدا يشتغل تكتيك، بدا يشتغل يعمل تقسيمه وركز فيها على حاجات معينه جدا، ووقف التقسيمه اكثر من مره وبدا يعني يدي تعليمات اكثر من مره تالق فيها معظم لاعبي الفريق. النهارده كان في حماس شديد جدا في التقسيمه الصغيره ما بين احمد فتحي اللي كان في الفريق الاحمر ومحمد هاني اللي كان في الفريق اللي بيرتدي القميص الازرق، وكان منافسه قويه جدا ما بينهم، وكانت لفت الانظار الكل بيحاول يلفت نظر الراجل، الكل بيحاول ينفذ تعليمات الراجل عشان يلاقي مكانه في التشكيله الرئيسيه. يمكن شريف اكرامي كان في دخل عنيف النهارده من ديانج، ولكن يعني كانت دكتور خالد محمود سالته قال لي كدمه خفيفه ولكن خلاص هو بكره موجود في التمرين كويس. سالته على احمد الشيخ قال لي احمد الشيخ بكره هيشارك في كل التمارين بقوه. ياسر ابراهيم قال لي خلاص بيتعافى من الاصابه يمكن في خلال يومين ثلاثه. ربيعه اخباره ايه في تمرين النهارده؟ وبقوه وبطمنك وبطمن كل النماير من الاهلي باذن الله. رم ربيعه بكل قوه باذن الله موجود في مباراه الانتاج الحربي الساعة 9 على استاد الاهلي. سالته على حسين الشحات قال لي بيجري تدريبات مائيه مع الدكتور اللي عمل له العمليه، لسه ما جالناش عشان نعمل له برنامج. ما تحددش موعد الدكتور المعالج ليه او طبيب المعالج ليه، ما حددش لغايه اللحظه موعد عوده حسين الشحات مره ثانيه للتدريبات. سالت الدكتور خالد محمود قال لي هو دلوقتي بيعمل اجراءات او بيعمل تمرينات داخل البسين، بعد ما يخلصها مع الدكتور اللي عمل له العمليه هيبدا يجي بقى نتكلم في اسبوع او اقل من اسبوع هيبدا يجي لي اعمل له برنامج في الجيم وابدا اعمل له برنامج تاهيلي علشان خاطر ارجعه مع الفرقه. يمكن ياسر ابراهيم زي ما قلت لك خلاص باذن الله يومين ثلاثه هتلاقيه موجود باذن الله، باذن تمرين. الله موجود مع باقي زملائه، واحمد الشيخ بكره باذن الله موجود بقوه. اجاييه اللي امبارح اتمرن ولكن كان عنده يمكن في اخر المران يمكن خبطه كده او في التواء في الكاحل القدم، النهارده بيشارك بكل قوه بيعلن جاهزيته للقاء. تنافس قوي جدا من لاعبي النادي الاهلي خارج ال 18 اللي جوه ال 18 المباراه اللي فاتت يعني كله بيحاول يلفت نظر عظيم، كله بيحاول ان يكون موجود في التشكيله. فتره الحراس طبعا على اعلى مستوى، الاربع حراس ما شاء الله تمرين النهارده قويه جدا من كل يعني كل التعليمات اللي قالها المدرب الحراس نفذوها الحراس على اعلى مستوى باذن الله، بس يتبقى التوفيق ويكون الفوز حليف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الحربي ان شاء الله. بكره التمرين هيكون في الخامسه والنصف مساء، ومن بعده معسكر في احد البنك في التجمع الخامس، ويوم الجمعه باذن الله في استاد الاهلي مباراه الاهلي والانتاج الحربي. هنتابع تمرين بكره بالتاكيد معاك يا شريف، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان. دي تفاصيل